صباح الخير أسو، أنا وياكم اليوم رح نكفي الفصل الثاني عن الدور الاقتصادي والاجتماعي لدولة العناية ووظائفها. أهداف درسنا اليوم أن يتعرف الطالب إلى ظروف نشأة الضمان الاجتماعي وانطلاقته، أن يحدد خصائص الضمان الاجتماعي، وأن يحدد المرتكزات التي يقوم عليها نظام الضمان الاجتماعي. اسمحوا لي قبل ما بلش بحصتنا إنه نتذكر شوي يلي قدمناه بالجزء الأول من الدرس. حكينا عن مفهوم دولة العناية، قلنا إنه هي الدولة اللي بتتدخل بالشأن الاجتماعي الاقتصادي من خلال أجهزة الحماية الاجتماعية مثل الضمان، مثل قانون العمل وغيرها من القوانين التي تؤمن الرعاية للمواطنين. قلنا إنه هي الدولة الضامنة للعدالة الاجتماعية، هي الدولة التي تعمل على تحقيق الاستخدام الكامل للجميع، وقلنا إنه هي بتتدخل ببعض المجالات لحتى تخفف من حدة التفاوت الاجتماعي قلب المجتمع. رجعنا حكينا عن دور دولة العناية، وقلنا إنه دورها بيتجلى لمن أخذت على عاتقها رفاهية المواطن، ولمن قررت إنها تتدخل بتنظيم الحياة الاجتماعية الاقتصادية لتوفر الحماية الاجتماعية للمواطنين. وقلنا كمان إنه ميزانية دولة العناية لحتى تقدر تغطي برامج الرعاية الاجتماعية بتقوم على الضرائب التصاعدية، على فرض الضرائب التصاعدية. أما بالنسبة إلى الصعوبات، نحن قلنا إنه دولة العناية كانت قادرة أو كانت أهدافها إنه تأمن العمل للكل وتأمن حد من التفاوت، لكنها فشلت. هيدي من الصعوبات يلي اعترضت دولة العناية، وأهم صعوبة كانت من خلال أزمة اللي بتعترض تمويل الرعاية، برامج الحماية الاجتماعية، نتيجة الأزمات الاقتصادية بصير في عندي تراجع للاشتراكات، الناس ما بتدفع الضرائب عليها ولا بتدفع الاشتراكات اللي عليها مثل ما هو حاصل اليوم في ظل توقف المؤسسات عن العمل نتيجة ظروف انتشار فيروس الكورونا. هيدي الناس ما رح تدفع للدولة شو بيتوجب عليها تجاه الدولة من ضرائب ومن اشتراكات. هون الدولة بهيدا الوقت مضطرة انها تدفع ما يتوجب عليها تجاه المواطنين، بصير في من مال عجز ما عم بيدخل مصاري على الدولة، ومن مال تاني الدولة بدها تدفع المتوجب عليها. هون بصير في عندي عجز، والأزمة يلي بتتعرض لها الدولة هي أزمة تمويل، وشددنا على أزمة التمويل. أما بالنسبة إلى الوظائف، قلنا إنه في عندي ثلاث وظائف ما بقدر استغني ولا عن واحدة منها، ثلاثتهم مترابطين مع بعضهم البعض. الوظيفة الأولى هي وظيفة ضبط وتوازن، يعني الدولة بتحط القوانين وبتحط التشريعات لحتى تضبط النشاط الاقتصادي، بتحط مثلا قانون العمل لحتى تعمل فرص متكافئة للجميع أمام قانون العمل، بتحط مثلا الضمان الاجتماعي ليستفيدوا منه كل الناس، بتحط قوانين بتمنع من الاحتكارات والمنافسة غير الشريفة، هيك بتضبط توازن النشاط الاقتصادي. أما الوظيفة الثانية هي وظيفة رصد موارد. شو يعني رصد موارد؟ يعني الدولة منين بدها تجيب مصاري لحتى تأمن من مال نفقات الإدارة العامة وأجهزة الدفاع، ومن مال تاني تمويل برامج السكن والصحة والتربية وغيرها. فإذا هون هيدا التمويل نحن لما بنكون بعجز، اليوم عم نشوف انه الدولة عم تلجأ الى الخارج، لصندوق البنك الدولي او لمساعدات من الخارج لتقدر تجيب مصاري. شفنا قبل بريز واحد وبريز اثنين، وعم نشوف اليوم عم بينحكى عن صادر بده يعطينا مصاري باي شروط. هون الدولة بتكون عم بتفتش عن موارد لما بتكون هي عاجزة وفي عندها ضعف ومش قادرة تأمن
المتوجب عليها، بتصير تفتش منين بدها تجيب موارد، يا أما بتجيبها من الداخل عن طريق فرض ضرائب زيادة، يا أما بدها تجيبها من برا عن طريق مساعدات من دول أو من بنك الدولي. أما الوظيفة الثالثة هي وظيفة تقديم خدمات اجتماعية، وهون ما بتقدم الدولة خدمات اجتماعية بالتساوي بين الأفراد والطبقات والمناطق، لا، هون الخدمات بتكون وفق الحاجة، يعني الدولة بتعمل دراسة بتشوف شو أولويات شو حاجات المناطق، بتعطيهم وفق الحاجات والأولويات. وبرجع بشدد على أنه ما بنقدر نستغني عن وظيفة من الوظائف، تلتوتن بدهم يمشوا مع بعض، لأنه ما بقدر أقدم خدمات اجتماعية إذا ما عندي تمويل، وما بقدر جيب تمويل ما حدا بيعطيني إذا ما كان في عندي قوانين وتشريعات بتضبط كيف بده يكون عملية الصرف. ورجعنا تعرفنا إلى وظائف الضريبة، وقلنا أنه الضريبة وظيفتها الأساسية تمويل خزينة الدولة، يعني عم نشوف هون الجانب الاقتصادي للضريبة، بس بالمقابل في إلى جانب اجتماعي، لأن أداة فاعلة لتنفيذ برامج السياسة الاجتماعية للدولة، لأن أداة بتحد من النزاع بين المواطنين وبتأمن توازن المجتمع عن طريق إعادة توزيع الدخل بين فئاته، وأهم شيء بتساعد إنه الناس ينتقلوا من أحضان الطوائف والعائلات والمناطق إلى حضن الدولة، ومن التضامن الأولي آلي الميكانيكي إلى التضامن العضوي. أما درسنا اليوم ظروف نشأة الضمان الاجتماعي، تعتبر دولة العناية أنه للرعاية الاجتماعية دور أساسي في استقرار المجتمع. كيف دور أساسي في استقرار المجتمع؟ مش نحن قلنا انه دولة العناية هدفها انه تحد من التفاوت في المجتمع من خلال تأمين العدالة عبر إعادة توزيع المداخيل؟ لمن بيكون في عدالة وفي تساوي بين المواطنين ببطل في عندي تفاوت، وبالتالي هيدا الأمر بحد من النزاع وبأمن استقرار المجتمع. لهيدا السبب توفير الأمن الاجتماعي وتحقيق المساواة وتهيئة الفرص المتكافئة واحترام حقوق الإنسان هي من مسؤولية الدولة والمجتمع ككل، وإذا كان الأفراد في عليهم واجبات كمان في لهم حقوق، وعلى الدولة إنه تأمن هذه الحقوق. من هون بعد الحرب العالمية الثانية بكل الدمار والمآسي يلي خلفتها، بلشت الدول تشتغل على أن توسع برامج الرعاية الاجتماعية، لأنه ليه هذه الرعاية دور أساسي في استقرار المجتمع. ما بيكفي بعد الحرب أني أنا بس عمر الحجر، أنا بدي أمن الأمن الاجتماعي. من هون دخلت تغيرات جذرية إلى دساتير هذه الدول، يلي بتقول إنه الدولة مسؤولة في المجال الاجتماعي من خلال تأمين التعليم المجاني الإلزامي، حق الرعاية الاجتماعية لكل المواطنين، الاهتمام بالنساء، الاهتمام بالأطفال والشيوخ، تأمين العمل، تأمين المسكن. وضمن كل هيدي الظروف انطلق الضمان الاجتماعي في الدول الغربية على مرتكزات وأهداف محددة. لهذا السبب نحن منقول أنه نظام الضمان الاجتماعي يعتبر المؤسس الفعلي لدولة العناية. في عندي علاقة كتير قوية، ما في عندي ضمان اجتماعي يعني بتفشل دولة العناية، ولهذا السبب نحن منأكد على أهمية الضمان الاجتماعي في لترسيخ مفهوم دولة العناية. أما بالنسبة لخصائص نظام الضمان الاجتماعي، مثل ما قلنا بعد الحرب العالمية الثانية وشو عملت من دمار ومآسي من جهة، وأفكار كينز الإصلاحية يلي على أساسها صار في إعادة نظر بالنظام الرأسمالي التقليدي وصار عندي نظام جديد اسمه نيو ليبرالي، كلف السير ويليام بافرج عام 1941 انه يوضع تقرير حول نظام الضمان الاجتماعي ببريطانيا، وهون كانت بريطانيا هي الرائدة بعد الحرب العالمية الثانية بانه يكون في شيء نظام اسمه الضمان الاجتماعي. والتقرير يلي وضعه بافرج
اعتبر ملهم لكل الإصلاحات يلي أدخلتها بعض الدول الرأسمالية على أنظمتها الاجتماعية بعد الحرب العالمية الثانية. شو كان الهدف من الضمان الاجتماعي بحسب بافرج؟ الهدف كان تحرير الإنسان من الحاجة والعوز عبر تأمين سلامة المداخيل. طب كيف ممكن أنا أحرر الإنسان من الحاجة والعوز عبر تأمين سلامة المداخيل؟ إذا مثلا أنا بقبض مليون ليرة، بهالمليون ليرة بدي أدفع طبابة، وبدي أدفع تعليم أولادي، وبدي أدفع أجار البيت، وبدي أمن المستلزمات الحياتية اليومية. هل هالمليون ليرة رح يخلوني أعيش ببحبوحة وكرامة؟ أكيد لا. بس إذا الدولة إجت ساعدتني بأكلاف التعليم وعملت لي مدرسة رسمية، أو ساعدتني بأكلاف الطبابة وعملت لي ضمان اجتماعي، وساعدتني بالسكن وأمنت لي قرض ميسر بفايدة قليلة لفترة طويلة، بتكون حملت عني عبء كبير، وبالتالي المدخول يلي عندي بقدر عيش فيه بكرامتي أنا وعائلتي وبأمن كل حاجاتي الأساسية. فخصائص الضمان الاجتماعي هي ثلاثة. أولاً هو نظام عام، يعني هو نظام شامل يغطي كل المواطنين شو ما كان وضع العمل وشو ما كان الدخل. للأسف عنا في لبنان، ورح نشوفه بس نوصل للضمان الاجتماعي في لبنان، إنه الضمان غير شامل، ليس عاماً، لا يغطي كافة المواطنين، وهو غير محقق حتى الآن في لبنان، وهيدا ثغرة كتير كبيرة. هو نظام موحد وبسيط، يعني بمجرد ما ادفع اشتراك واحد بغطي كل الاخطار التي يمكن ان تسبب بخسارة الدخل. هيدا الخاصية الثانية محققة في لبنان، يعني انا بمجرد ما ادفع اشتراكي للضمان شو ما بيكون في عندي مخاطر، هيدا الضمان بيساعدني، وهيك ما بخسر كل الدخل على مخاطر جانبية. أما الخاصية الثالثة هو نظام أحادي متماثل، يعني التقديمات واحدة متماثلة لكل المواطنين شو ما كان الأجر، كان عالي أو كان منخفض، هذا محقق في لبنان، إنما فقط للذي يشملهم الضمان. أما المرتكزات التي يقوم عليها الضمان الاجتماعي، يقوم الضمان الاجتماعي كنظام على مرتكزين أو مفهومين متقابلين. المفهوم الأول هو مفهوم التأمين، يلي في إله بيكون تمويله من الاشتراكات والاكتتابات اللي بيدفعوها الناس والشركات، الحقوق بس يلي ساهموا، بس يلي دفعوا الاشتراكات بحق لهم يستفيدوا من الحقوق، وهون العامل بيكون شريك مساهم، هو صاحب حق مكتسب. الاشتراك اللي دفعه هو مثل كأنه سهم له، أسهم مادية بيقدر يستفيد منها عند الحاجة وبيستغلها عند الحاجة. نأتي مثل، إذا أنا دفعت اشتراكي للضمان وسخن جاري، هل بيقدر مثلا إذا سخن يفوت على المستشفى يتحكم على اسمي؟ أكيد لا. أنا اللي دفعت، أنا ما في يغطي، بده يدفع عن حاله ليغطي مرضه. أنا دفعت عن حالي، أنا لمن بمرض، لأني دفعت بقدر استفيد من الاشتراك اللي دفعته وبصير صاحب حق مكتسب. أما بالنسبة لمفهوم التضامن، كمان التمويل هو من الضريبة التصاعدية، والحقوق تنشأ عند الحاجات الثابتة. يعني إذا أنا مريضة وبدي فوت على المستشفى، في عندي عوارض مرض وعندي حاجة لأني فوت الطباب، بغطيني الضمان الاجتماعي. بس إذا كنت أنا هيك من باب أنه بدي طمن بالي وأعمل فحوصات عامة، ما في عندي دواعي ضرورية، هون الضمان ما بغطيني، بدي يكون في عندي حاجة ثابتة. لهذا السبب الضمان الاجتماعي بيرسخ علاقة الإنسان بالمجتمع وعلاقة المجتمع بالإنسان، لأنه بينقل المجتمع من التضامن الآلي الميكانيكي إلى التضامن العضوي. كيف؟ لما نحن كمواطنين عم ندفع الضرائب للدولة،
احد المواطنين اكس بيسخن بفوت ليتحكم على حساب وزارة الصحة. الدولة بدها تتكفل وتدفع اكلافه بوزارة الصحة، منين بتجيب؟ رح تجيب من مجموع الضرائب يلي دفعوها كل المواطنين على اختلاف انتماءاتهم العائلية والطائفية والمناطقية، فكل الناس رح تساهم بمعالجة اكس من الناس المرضانين. تاني مرة رح يسخن إجراك وبعدها رح يسخن زد، وهيك بيكونوا كل الناس برجع بقول على مختلف انتماءاتهم عم بيشاركوا بمعالجة مواطن آخر كمان مين ما كان يكون انتمائه لهذا المواطن الآخر. وهيك بكون أنا عم بنقل الناس من التضامن الآلي الميكانيكي من الانتماءات الأولية إلى التضامن العضوي، يعني إلى حضن الدولة. انطلاقا من هالمفهومين، اول شيء هن مفهومين متقابلين مثل ما قلنا، وكل واحد له تمويله الذاتي. فانا لما بتطلع على الصوره الموجوده قدامي وبقول اعطيني ميز بفريقين بين مفهوم التامين ومفهوم التضامن، صار واضح عندي التمويل بالتامين بيكون من الاشتراكات، بينما بالتضامن بيكون من الضريبه التصاعديه. الحقوق بالتأمين يلي ساهموا فقط يستفيدون من الحقوق، أما بالتضامن الحقوق تنشأ عن الحاجات الثابتة. ويعطيكم ألف عافية.